إذا بدنا نستنى أكثر من هيك ما رح تزبط. العلاقة بيناتنا بلشت تفتر أنا ولما. إذا بدنا نأجل العرس أكثر من هيك بجوز نوصل للعرس كرهانين بعضنا. منصور معه حق، لا إمتى بدها تستنى لما؟ أصلاً أنا عم بحكي مشان لما، مو حلوة بحقها. لك يا أخي يا سعيد، لما ما عندها مانع. أخي هلا ما عندها مانع لأنه يأسانة، بس بعدين رح يصير عندها مانع ورح تندم كمان. ليش لحتى تندم؟ بالعكس، يلي بدها تحطهم تكاليف عرس تربحهم. بالله شو؟ وحكي الناس، شو رح يقولوا الناس لما رح تتجوز بالعرس؟ رح يقولوا أكيد فيها شي عيبة. لك عيفنا يا عيفنا، يقولوا شو ما بدهم يقولوا الناس، كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، يقولوا شو ما يقولوا، حبيتك أنت وبس، لو فيها شي عيبة من الأساس ما كنا تجوزنا. أخي ابني منا، نحن بيت النايحة، شو بدهم يقولوا لما بنجوز أخونا بالعرس؟ سوينا عليك على سال العالم مصور. لك نصير عليك يا اخي، نصير عليك. انا ما بحسن اجل اكثر من هيك. ومين قال لك تاجل؟ ما معي مصاري. لك ولو، انا شو عم ساوي؟ ديبك انا ديبك. عرسك مو هذا الخميس، الخميس اللي بعده اجل لي اياه بس ليخلص الفحص. سعيد دخيلك لا تضرب على صدرك، من لك انت؟ شو يعني؟ مالي قد انا؟ لك قد اخي، بوس ايدك قد، بس هلا يعني ظرفك صعب. لك اخي لو مالي واثق من كلامي ما بحكي انا، ما فهمتك. عرسك مو هذا الخميس، الخميس اللي بعده بتروح بتبلغ بيت احماك. اخي سعيد فكر. لك ما بدي فكر، انا ما بفكر، عم تفهم؟ ولا بدي حدا يقول لي فكر، مثل ما عم فهمك. هي الدنيا يوم الك ويوم عليك، صار لها 16,000 سنه علي، خليها يوم الي، وهذا اليوم الي رح اهديك اياه. عرسك علي هو وكرسته والطنطنه تبعه. شيت التدبير منزلي والفحص فلسفي. ابي هي عمي منصور كتب لك اياها مو انا. تضرب انت وعمك. ابي يلا اعطيني موضوع الفلسفه خلصني. اكتبه لحالك. بابا انا ما بفهم بالفلسفه. شغل مخك ولا بابا يستر حالتك. خلصنا برسب بعدين برسب انا. بابا ماشي، هات المسوده وقعد انتبه. اياها سلام. حطها وكون حطها. افتح المقص. مين حسام النايحة؟ أنا أستاذ. ضب أوراقك والحقني. عفوا. وأنت كمان. عفوا أستاذ. عفوا بس أحكي معك كلمتين، طول بالك. فرعوني كلمتين بس معيتها. خذ وأعطيه معي بالحق. شوفي هو مو سبه، أنا اللي فتحت المقص وسحبت المسودة. شو أعمى مانو شايفك؟ لك أخي ابني ما بيقدر. إذا ابنك ما لازم تستغله. لك الحق على مديرية التربية اللي حطتنا على بعض، أبو ابنه ونحن بيت النايحة، يعني دمنا بيحن على بعضنا. سيدي المرة الجاي ما رح أحطكم ورا بعض، فلذلك ضب وراقك والحقني. خلص دبرنا يا المرة. لا عمي، أول مرة دبرناها، الثانية دبرناها، الثالثة خلص. لك يستر على عرضك، خليني كمل بحص. خلص لك دبر ماشي. نحن لازم نتحنن على بعضنا. الله يديمك. شو الله يرضى عليك. ضبيطة وهو ينقل. الله لا يوفق، شلون بدي كفي هيك؟ انخرب بيتي انا. وانا عم اقول هيك، فلذلك هي ضب وراك وامشي. يا سيدي انت واحد لئيم، وانا جاي على بالي ادحك بكلي بنص عيونك، احرمك تراقب طول عمرك، بس مو كاسر ايدي غير هاد. يا بي ابوك فرط راحت عليه، بي املنا فيك بالبكالوريا. ديبك انا يا بي نايحة. ماشي تفضل. الله لا يوفق. السلام عليكم. صباح الخير سيدنا. صباح الخير. صباح النور. سيدي انا بعت السيد المدير العام، قال لي بتروح لعند السيد مدير مكتب السيد معاون السيد الوزير. سيدي شو الاسم بالله؟ السيد سعيد النايحة. سيدي سعيد النايحة. نعم. انت السيد الوزير اللي طالبك. خير شو؟ عفوا سيدي. لا تفضل تفضل سيدي. شكرا. قالوا لي سيدي شغلة خطاب ما خطاب. ايه مثل ما بتعرف استاذ سعيد، كل مسؤول عنده معاونين ومستشارين. نعم. لانه ما عنده وقت يتابع كل التفاصيل. صحيح. شوف بده يتابع ليتابع سيدنا وزير، هذا اذا بيفضل يحك جلده راسه بيكون نعمه سيدي. ومن ضمن هالشغلات بيكون في عاده شخص عم يعد له المقالات الصحفيه والكلمات، مو هيك؟ نعم سيدي هيك. نعم نعم. بسموه عاده الناطق الصحفي. الناطق
القصه، هي فوق مستواي يا سيدي، انا مواطن ما بعرف، بس بيقولوا في هيك شيء ناطق. نعم سيدي. والناطق تبعنا هلا ما له موجود، سافر الى الخارج للعلاج، منشان هيك نحن احتجناك. يا سيدي الله يعافيه، ونحن جاهزين شو بتأمروا، رقبتنا سداده، ديبكن نحن سيدي. السيد الوزير هلا عنده كلمه بمناسبه تدشين منشاه تابعه للوزاره، رح يكون فيها ضيوف من برا وصحافه وخلافه، لذلك ما بنقدر نعتمد على حي الله واحد. طبعا سيدي، مشان ما يصير فضايح شرلي غروي ينصبوا الفاعل ويجروا المفعول به. لا فضايح ما بيصير، السيد الوزير رجل خطيب عنده قدره عاليه على الارتجال، بالارتجال ما حدا بيوقف قدامه، بس يعني نحن بدنا كل شيء يكون منهجي ومدروس. لا عفوا سيدنا، انا مو تشكيك بقدره السيد الوزير على الالقاء والخطابه، وشو بتأمروا نحن جاهزين سيدي، ديبكن حيوا نحن. نسيت، بهالورقه عندك مكتوب اهم الخطوط الواجب التركيز عليها، وبالنسبه للغه ما بدك مين يوصيك. لا ولو شغلتك هي. ولو سيدي بتاخذوا خطاب نخب اول سوبر كروزو سيدي. انت حدا عم يضايقك بالدائره؟ لا لا الحمد لله كلهم خير وبركه. انت شو شغلتك هنيك؟ انا موظف قسم الذاتيه سيدي. موظف عادي؟ نعم عادي. يعني مو رئيس قسم؟ ما بحق لي، لاني انا سيدي معين على الكفاءه، ما اخذت البكالوريا، عم نقدمها وعم ناخذها، بس انا التاني حالي حالي اللي عنا غير لاخذها قبل النايحه انا سيدي. طيب شو قصتك مع اللغه العربيه؟ هذا سيدي انا جربز باللغه منذ نعومه اصفاري، من وقت ما كنت طفل، سبحان الله ملكه ربانيه سيدي هي، كنت دائما بكل المناسبات، عيد الشجره، عيد الفلاحين، عيد العمال، عيد صغار الكسبه، دائما انا اللي اخطب سيدي، واكتب خطابات للموجه كمان، دارت الايام وصلنا بدنا نكتب خطاب بالغمي سيدي، ما بجي سيدي حدا. بس حتى بالبكالوريا هلا انا بكل المواد ما بنجح، بس بالعربي ما بتسطح سيدي، يعني كل المواد بتسطح وبالعربي بنجح. فهمت عليك. طيب روح هلا انت وتفرغ لي للخطاب، يلا. على عيني سيدي، لا تواخذونا كثرنا حكي، بس مدري ليش بكت. حيو سيدي حيو. السلام عليكم. الله معك. لك الدمح قليل فيك انت، طلع الشعر على لساني وانا قايل لكم درسوا درسوا. أم الاسئله اجت صعبه، شو بسوي بحالي؟ ما في سؤال صعب طالما جوابه موجود بالكتاب، لو عم يجيبوا لكم من برات الكتاب كنا قلنا. ابي كان ملخص الفلسفه، قلت لحالي بضمن النجاح بالموضوع. هلا بده يحط كل الحجه فيك، تتحمل اذا بتتحمل. ها شرف الزمور، شو انت كمان؟ انضربت، نقصت كثير بالاجوبه. لك شو بدي احكي، مليت من الحكي، لو عم نقصر بتدريسكم كنا قلنا، بس عم نعلمكم وعم نفهمكم وعم نأمن لكم احسن ظرف. خلص امي خلص، جوزوني وخلصوا مني، انا مستعدة اتجوز سمير ابن عمي. لسانك بقصه اذا بتحكي هالحكي مره ثانيه، فهماني؟ قومي لشوف ولا زمور. سنت الجاية بدي حطك بمدرسة خاصة، بدي خليك تجيبي علامات وتدخلي طب، خلص هذا قرار. من ما بيفهم، لا بتنفع لا مدرسة خاصة ولا عامة. بتفهم أكتر منك، بس هي ما عندها ثقة بنفسها. اجا علاء لنشوف الثاني شو عامل كمان. طمني أمي، شو؟ ممتاز، اليوم تحديداً بهي المادة بالذات ممتاز، أقل من العلامة الكاملة التامة بعلامة أو بعلامتين. لك يقبرني الأقل معي، تعا أمي أعطيني بوسة تعا. أمي هذا اسمه تمييز، وسياسة الكلب بمكيالين ما بتزبط معي أنا بنوبها، هو بتستقبلي بالهلاهيل وأنا بتستقبليني بالولويل، لأنه هو ابن البطة البيضة أنا ابن البطة السوداء. لك شو بطة بيضة وبطة سوداء؟ على شو بدي هللك أنت؟ على إهمالك وكسلك ولا على خيباتك المتلاحقة؟ أمي بضلي ابنك، شو ما نعمل، ولو كنت أجحش شخص بالعالم أنا بضل ابنك، حملتيني شو 9 شهور فكري. ليش واقف قدامي أنت؟ عم بتفرج أمي عم بتفرج. روح دروس يلا. رايح ان شاء الله الماده الجايه يا ماما مو اقل من العلامه التامه النوب. الله بيقصر عمرك. بس ها امي هي اجا جوزك. مساء الخير. اهلا مساء النور. اسف بابا. خلاص اللي صار صار، اللي شرب البحر ما بيغصب السائل، ما اخذناها هي السنه بناخذها السنه الجايه، شو ورانا؟ المهم انتو طمنوني شلون. الله لا يعطيكي عافيه. فهمت؟ مو كلهم شي هيك وشي هيك. شلون يعني؟ علاء ممتاز يقبر قلبي، سلوى زفت، حسام نص على نص.
اليوم قبل اليوم، اليوم تحديدا ها بالذات، اقل من العلامه الكامله ها التامه ما ممكن اقبل. بقدم اعتراض قلت لها لامي. المهم يمرق واحد من العيله، ما بدي البكالوريا تحطم العائله كلها. اما اليوم يا ابي صارت لك قصه بهالامتحان ما بتصدقها اذا بحكي لك اياها. شو صار؟ في واحد قاعد قدامي طويل كبير بيجي اطول منك يعني ابي. اجا بده ينقل، بحط ايده عليه المراقب هيك لقطه، زدته برات القاعه وضحكنا عليه كلياتنا يا ابي. شو طلع منظره بيضحك شيء بفرط طعم. قوم لجوا قوم لجوا، ودي حاجه تبني على غرفتك، وانت الثاني انت السبب، نلع لجوا كمان. وانت ما دخلك سعيد، نحن معزومين اليوم، منيح اللي انسحبت من شان ما تحط الفحص حجه. لوين معزومين؟ لبيب نجح بالمدرسه واهله عاملين حفله للاساتذه اللي عطوا دروس. وانا شو دخلني؟ مالي فاضي. لا كلها نص ساعه ومنمشي، مو حلوه الاساتذه هن ونسوانهم والانسات هن ورجالهم. الله يخليك، نص ساعه ومنمشي. نص ساعه رجاليه مو نسوانيه. ولا يهمك، نص ساعه رجاليه. يا جماعه، ابو لبيب بيعتذر منكم لانه ما قدر يجي بحكم عمله، بس بيوعدكم انه يلتقي فيكم بمناسبه ثانيه ان شاء الله. يلا حبيبي لبيب. مبينين كأنكن حاشيتوا مو أساتذتو. سعيد بعدين بتحكي. مالك شايفتي مثل الأمبراطور الصغير؟ قديش معاش اللي نفضوه؟ سعيد معقول الحكي هذا اللي بسمعه من العالم؟ منين عم يجيبوا هملي؟ وطي صوتك. عم نطح بالليل وبالنهار نحن. تعرفي تسبحي؟ يا ريتني ما أقنعتك تجي. تعرفي تسبحي؟ ليش؟ هلا إذا انشقت فينا هالمصطبة وقعنا بالمي شو بدك تساوي؟ حجلي خيالك هلا بعدين. شو جاي على بالي شك دباجي؟ ولا قل لي لو في رنك بعمل طيارة. حنسي قدام العالم. بزمانه كنت اسبح كلابي انا بنهر بردا، اغطس بالشادوات اطلع باخر قليط. انت شفت لي شخصيات اللي قاعدة؟ جذب لي كلامك شوي. اجا مين؟ الامبراطور. صوتي صوتك. انا بتشكر الانسة جوانا وبقية الاساتذة يلي ساعدوني على النجاح، وبابا تقديرا لجهود الأنسة جمانة كلفني أقدم هدية للأنسة جمانة وبقية الأساتذة. تفضلي أنسة. ألف ألف مبروك، إن شاء الله منا للأعلى. شكرا أنسة. لك شلون بعزيك؟ هذا ولد، هاد حطيت عقلك بعقله. شو ولد بالك شايفة ما شاء الله؟ سعيد شو فيها؟ ما بعرف شو فيها، بعدين نفتحها ونشوف شو فيها. افتحيها لشو؟ هلا وقت هلا قدام العالم. طب ليه ما جاب لي إلي؟ أنت درسته شيء؟ لا أنا لا درسته ولا علمته، هو علم علي هلا. خلاص بس مدري شبه صاحبة البيت، ليكي شلون واقفة مع أبو فتيلي هاد وضايشها. هذا مو أبو فتيلي، هذا شوفيره للبيك. بس كأنه مقروقة شوي. أجيت. شرفتونا. الله يخليكي يا أم لبيب، تسلمي. شكرا كثير لجهودك معنا. ولو هذا أقل من الواجب ولو. خير أم لبيب؟ كأنك مو مبسوطة. آخ ما بعرف شو بدي أقولك يا أنسة جمانة. خير في شي؟ ممكن تجي معي شوي؟ إيه على عيني. هلا بجي سامي. وأنا شغلتي لي بالي. شو بدي اقول لك؟ انت مو غريبه، كل اهل البيت بحبوكي كانك وحده منا. تسلمي، القلوب عند بعضها. ابو لبيب صاير معه شويه مشاكل ومن الصبح موقوف. خير؟ ضارب له حدا بالسياره؟ يا ريت. كان حبس لي يومين ودفعنا قديته للزلمه وطلع. الشغله اكثر من هيك بكثير. خير؟ شو هي الشغله؟ على شو بدي احلف لك انه ابو لبيب ما في اشرف منه؟ صادقه صادقه بدون ما تحلفي. تصوري لو فقوله تهمه اختلاس مع اننا عايشين على راتبه. لعنة لعنة على هالشغله. حاطين برقبته 150 مليون ليره. يا لطيف يا لطيف، ولاد الحرام ما بيتركوا حدا مبسوط. الله لا يوفقهم بجاه النبي. ولا يهمك، بكره بيتحققوا من الموضوع وبيطالعوا براءه باذن الله. ان شاء الله من تمك لباب السماء.
امشي نطلع لبرا احسن ما يستعوقونا. تفضلي تفضلي. ممنوع حدا يطالع معه غرض لبرا. خير شو في؟ معنا امر من المحكمه بالحجز على كافه الاملاك الموجودات. شو مانك شايف عنا ضيوف ولا ما بتعرف بيت مين هاد؟ نعرف. شو معقوله نكون مخرطين بالعنوان؟ يا جماعه نحن اسفين كثير، اكيد في سوء تفاهم، ممكن ناجل حفله لو سمحتوا لوقت ثاني. ما حدا يطالع معه شيء، كل واحد معه غرض يحطه على الارض الا اذا اثبت ملكيته له. معلم فينا نشوف هي بس شو فيها؟ ليش؟ طاقي قلبي على ما اعرف شو فيها لشوف شو راه علي. هلا موات مسحك سعيد ولا لا لك يلا. ما فيها شيء، انا مو ما قصة مزح يعني، من باب الفضول بس. الله وكيلك. شو رايك باخذك معي؟ برضي لك فضولك منيح؟ لا مو منيح. مين قال منيح؟ عفوا. شرف. شكرا. حنون. معلم ممكن لحظة؟ تفضلي لشوف. مرحبا معلم. الله يسلمك. الاسم الكريم سالم برع. برعوت؟ نعم. ليش هيك معلمك برعطنا برعطة؟ بدي اطلب منك خدمة. الله يوفقك. تفضل. ممكن تروح تشوف لي شو فيها العلبة لأعرف بس شو راه علي؟ طولي بالي إذا سمحت. نعم. عم تمزح حضرتك؟ بتمشي ولا اشحطها؟ نعم نفس النتيجة بس غير اسلوب. لا بمشي. يلا ما خلينا اياك يا رب. اهلا وسهلا. نحن تبرعطنا بشو. لك شبه هون. لك بدي اسألك شو قالوا لك الجماعة؟ موقفين جوزها. اوش ليش موقفينه؟ الله لا يوفق اولاد الحرام. ملفقين له تهمة اختلاس. اختلاس؟ يعني مو مبين انه مختلس. هلا كل واحد الله منعم عليه بيكون حرامي؟ لك الشغلة مبينة، إذا عاجبينك لا تلاقي لهم حجج. منين لك كان جايب هذا الزلمة كل هالأملاك؟ منين؟ عايش على راتبه؟ شو بيقبض بالجمعة مليونين ليرة هاد؟ مبينة كله اختلاس ورشاوي. سعيد لا تحط حدا بزمتك، الجماعة أوادم. ما شفت قديش نفسهم كريمة؟ ما شفت قديش شارين هدايا؟ ايه شو فارقة معه؟ شو عم يدفع من مال اللي خلفه؟ بيسرق له مليون بيجيب هدايا بعشر ورقات، شو يعني؟ هو شو بيشتغل؟ ما بعرف، ما حدا حكى لي، بس مسؤول. مسؤول شو؟ ما بعرف. مسؤول؟ الله يعطيني عافية. راتبه.